صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، او رهنوا عليك تخسروا كسب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. سلام البنات، إن شاء الله تكونوا لاباس وبخير، تكونوا هاني إن شاء الله يا رب العالمين. وديكم فيديو تاع نهار اليوم وتلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله يا رب العالمين. بديت معكم من البنات روتيني تاع نهار اليوم. كيما شفتوا هنايا راني خرجت مع الدخول المدرسي، هي قلت نروح نشري البنتي حويجات اللي تسحقهم، يعني لبسها أدوات مدرسية. دونك كيما شفتوا هنايا يعني رحت لليوم، هذه بلاس بيلكور يقولوا لها، رحت للمغازن تاع لي فاتمون واسمها غوسيب، فيها قش يعني تاع لي جون، وفيها تاع المتحجبات، وفيها يعني فيها حويجات. اي كنت ندي بنتي تشوف كش ما تلقى فيها يعني حوايج، اسمها غوسيب كما قلت لكم. انا صورت لكم برك شويه من الداخل، كنا استاسيونينا لتحت في باركينغ سوتيران وطلعنا، وهنايا رانا في المغازا وريت لكم حوايج خفيفه، يعني هذا كيما هذو لي فيست تاع كبارات شويه، يعني كيما لاش تاعنا حنايا كيما هاك شفتو. بصح وشني هنايا ما لقيتش لا طاي، سي دي طاي اونيك، دونك يعني ما يجو العباد يعودوا شويه يعني مشيانين، معش خشان بزاف. فوالا هنا ثاني روب كيما هذو، يجو مع فيكان جيلي كيما هذاك لي جيلي، يجو مع هذا الروب. فيها حوايجات يعني شابين، في حوايج تاع لي جون كيما بنتي شات منها لي جين، شات منها دي بول دي زونسومبل، حوايجات هزتهم منها عجبوها. فوالا وانا شريت منها ثاني حوايج ان شاء الله في قبل نكمل الفيديو ان شاء الله تشوفوني واش شريت منها. هنايا بعد ما رحنا من هذيك المغازا رحنا لهذه البلاصه يقولوا لها كاري سوا، دخلنا المغازا نايك ثاني كيف كيف، شات منها باسكيت، شات منها دي سيرفيت ودي تي شيرت، وهاك عارفين القش تاع لي جون تاع لا رونطري. ومن بعد حكمنا الجوع قلنا نتغداو تما، تغدينا في هذا الريستوران يقول لها بيتايا، سي ان ريستوران تايلاندي. ثاني ماكلتها بن بن بن، انا دائما كي نروح تما هذه البلاصه هذه كاريت سوا لازم نروح ناكل فيها، ما فيها والو، نموت عليها ماكلتها. دايرين هذه السباغيتي هذه بالروز، ويديروا فيها لي بوس دو سوجا، دي زونيون غريي، شويه كاروت، فيها اللحم ثاني لداخل، ويديروا لها واحد لاصوص بنينه بنينه تشاهي. دونك اي قلت لبنتي لازم ناكل فيها، ما فيها والو، عندي بزاف ما جيتش انا البلاص، هذه لا بلاص يقولها كاريت سوا. دونك ايا حكمنا هنا يتغدينا مع بعضنا. وبعد ما كملنا الغداء ثاني كملنا الدورة نتاعنا ثم ثاني في هذه البلاصة، دخلنا للمغازا ثاني شريت بنتي حويجات. هنا رانا نتغداو كيما شفتو مع بناتي في زوج. كملنا الغداء وحكمنا الطريق، قلنا يلا نروحو، راني هزة هنايا قشي اللي شريتو من نايك ومن المغازا. رحنا كملنا ثاني دويرة نتاعنا ثاني كيف كيف، رحنا لاشي ام ثاني، شريت منها ثاني حويجات من اشي ام، يعني كل مغازا تلقى فيها حويجات اللي يلموها. وهنا هنا رايحين ثاني كيف كيف مروحين. المهم تشوفوني ان شاء الله في قبل ما نكمل الفيديو تاعي، تشوفوني واش شريت حويجات لي انايا نقولوا. فوالا هنايا كيما قلت لكم اشي ام خشينا ثاني، شريت منها دي سوربيت هنايا، يعني ما لقيتش فيها بزاف حوايج اشياء، ما عجبهاش بزاف الغش فيها. هنا رانا مروحين، هنا كملنا الدوره نتاعنا ومروحين، رايحين الباركينغ باش راح نفدو الطوموبيل تاعنا ونروحوا. صدقت حلمي وبدات، قالوا عني زمان
ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريق. وهنا بعد ما روحت هنايا قلت والله نروح لدعنا نروح نشوف مامتي شويه، قعدت معها شويه، لقيت خواتاتي تما، قعدنا شربنا قهوه مع بعضنا، ما تعرفي بسبوسه، ما تعرفي قاطو مطيبين، وما تعرفي، المهم شربت معهم القهوه هذيك العشيه وقعدت معهم شويه ووليت روحت لداري. راح نوري لكم في داري ان شاء الله كي وصلت راح نوري لكم حويجاتي شيتهم انايا. بنتي ما قدرتش نوري لكم قش تاعها، يعني بزاف اللي شريته ما شاء الله. دونك وريت لكم حويجه، وريت لكم حويجه بارك اللي شريتهم انايا لنفسي. شريت دو جيلي كيما راكم تشوفوا هنايا، لقيتهم هذو لي جيلي ماهمش غاليين بزاف، ولقيتهم طوال سورتو كاعدو طوال عجبوني، مستورين تاع التحجبات وتو. لقيت هذا في النوار، شوف فيه البغيون ملاح ثاني شابين وجايين خفاف، تاع هذ الايامات تاع الموات سبتمبر تاع ديك الصباح هذيك النسمه بارده يلبسهم الواحد. وشيت هذا الباش ثاني، هذو يديروا 22، شيتهم 22 الواحد، فيهم دي بتيت بايات لازقين يعني فيه فيهم كيبريو، الوانهم شابه وعجبوني كيما قلت لكم كعادو طوال مستورين. فوالا شيت زوج كيما قلت لكم وحده كحلو، هذا جاي في البيج. وشريت هذا التيشيرت جاي طويل شويه هكاك دومي مانش، ثاني فيه دي بتي ديامون عجبني كعاد لا كولور تاعو باش ثاني. ويندار مع سروال، يعني اي سروال، عندي سروال مارون قلت نلبسو مع سروال مارون ثاني معاه افيك ان جيلي. اي ابري سي بون تاع ليام تعود ماهيش سخونه، يعني بارده شويه تاع موات سبتمبر اكتوبر. المهم هذم هما الحوايجات اللي شريتهم ليا برك. ومن بعد هي جاني وقت العشاء، هي قلت ندير لهم حاجه خفيفه بس كاني عيانه ورجلي يسطروا عليا من المشي. كيما قلت لكم راني انا نحس من رجلي بزاف مع السخان، ما نقدرش يعودوا يسطروا عليا، يتنفخوا لي يسطروا عليا. دونك هي قلت ندير حاجه خفيفه ما تشدش اليد. درت هذوم لي كونيل، لي ميني كونيل تاع لي ستوكرو، جايين صغار وبنان، نحب هذوم الصغار ما نحبش هذاك الكونيل الكبير بزاف، ماذا بيا ناكل هذا الصغير. دونك هما يتقلاو برك، يعني تحمروهم برك في شويه زيت وتاكلوهم هذا ما كان. وانا بصح نحب ديما، حنا تعرفوا نحبوا الحرور، نحبوا لاصوص، نحبوا اي حمرت مشويه مع شويه بصل شويه زيت. ومن بعد درت لهم هنايا ان صوص، درت لهم ثلاث حبات تاع طوماطيش ريحيتهم درتهم لهم، درت لهم شويه كركم، شويه زنجبيل، شويه فلفل كحل، شويه ملح، شويه درت لهم فيجيتال بودر هذيك تاع جامبو هذيك بصح مديوره قبل بالليغوم برك، وسنينه تاع الثوم. فوالا هذا ما كان. وخليتهم تكتكو شويه، في الاخر درت لهم حبيبات تاع الزيتون، يعني حاجه خفيفه ظريفه وبنينه، يعني تنحل الحيره كيما هاك يعود الواحد تعبان ولا. ومن بعدها هي تشهيت اليوم وتمانيش قادره، وزدت تشهيت، لا زدت تشهيت شلاله. هي قلت والله ما خليهاش في خاطر نروح نديرها، درت شويه حبات ما حبيتش نكثر، درت شويه برك. درت كيما قلت لكم تشهيت الشلاطه تاع الدنجال مشويه، هي شويت حبه برك، وزدت زوج حبات معها تاع فلفل حلو. شويتهم وهاني نقي فيهم هنايا، راح نقطعها وندير لها صوص فينيغريت عاديه، وندير لها برك شويه بصل. هذا ما كان. فوالا راح ندير لها اون سالاد مع ديك سالاد فيرت مع شلاطه خضراء، وهذا ما كان وربي ورحمته. هنا راني نقي فيها وراح ندير لها لا فينيغريت ونديرها فوق الشلاطه. فوالا كيما قلت لكم درت عشاء خفيف باسكو مانيش قاده، من المشي هذاك جيت عيانه ميته بالعيا، ومع السخانه الانسان ما يجيش يكمل شغالاته رجليه يتنفخوا. المهم هنا كملت الشلاطه تاعي درتها فوق لا سالاد فيرت، ومن بعد العشاء تاعي درت معها ثاني شويه تاع فخيت مع لي كونيل هذوك، درت معهم شويه فخيت. هذا ما كان فخيت سور جولي، يعني ما درت هذيك بطاطا، ما نقيت، ما درت، ما كسرت، كما قلت لكم راني عيانه درتها كيما هاك وخلاص. فوالا مع شويه كما قلت لكم فخيت وربي ورحمته. هذا ما كان، هذا هو العشاء تاعي خفيف بوسلاك. المهم
تعشينا برحمة ربي. وهذه هي الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسونيش بلي جيم والاشتراك والبارطاج، ونقولكم مع السلامة الزينة.